احنا معانا على التليفون دكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لانها واحدة من الذين عملوا على هذا الاطلاق. اطلاق بتاع ايه؟ بتاع اول سلسلة تعليمية عن البورصة توجه للنشء المصري والاطفال المصريين والقادرين باختلاف المصريين. دكتور نيفين منورانا كما جرت العادة. والله لا ده النور، نور حضرتك يا استاذ يوسف. والله بتكلم بجد، دايما بيسعدني اكون متواجده مع حضرتك. ده انا اللي بيسعدني جدا ان انا اقعد اتابع ما يحدث في وزارتكم وكم النشاط والابداع. يعني في ساعات كده بيبقى نشاط وحلو وجميل وكل حاجه، بس ما بيبقاش في جانب ابداعي، لكن في ابداع وفي شيء جديد دايما بيتقدم من خلال الوزاره. ايه حكايه السلسله التعليميه اللي عن البورصه دي يا فندم؟ أولا طبعا أنا بحيي يعني رئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد صالح، طبعا بأن هو أولا مش بس صديق للأطفال، صديق لذوي الإعاقة. دي تاني مرة تجمعنا اللقاء في البورصة المصرية في خلال أشهر بسيطة. إن إحنا النهاردة كانت إطلاق المجموعة القصصية للأطفال، من كام شهر كان أول كفيف بيضارب أو بيداول أوراق المالية في البورصة بطريقة برايل وبالأجهزة الكمبيوتر الناطقة، وكان بيفتح مجال جديد لضم كل طوائف المجتمع. احنا شخصيا طبعا احنا مع، برغم ان احنا وزارة التضامن الاجتماعي، بس احنا مع الثقافة المالية ومع التمكين الاقتصادي. بنؤمن ايمان عميق ان ما فيش اجتماعي من غير اقتصادي، والا مش هيكون في تمكين ومش هيكون في استدامة، وهيكون في دايما اعتماد على الاخر. فكون ان ده يعني يجي الفكر ان احنا ننشئ او نربي اجيال جديده، وتبقى التنشئه بطريقه الفكر نفسها، الفكر الاستثماري. احنا كنت لسه بقول لهم النهارده احنا بطبيعتنا شعب كريم، شعب ما بيدخرش قد ما بيصرف، شعب بيحسبها، مش بيحسبها قوي بس بيعتمد كده ان هو تيجي. لا احنا هتمشي كده، لا احنا محتاجين نغير ثقافه الاجيال اللي جايه. بتتعلم يعني ايه ادخار حتى لو معاها مبلغ بسيط، بتتعلم يعني ايه تحسبها، يعني ايه يعني تبقى التحرك بناء على دراسه وعلى علم. دي حاجه كويسه ان احنا نربي اجيالنا القادمه، ويبقى مخها فكرها فكر انساني استثماري في ذات الوقت. دي حاجه كويسه. وده طبعا ان احنا يبتدي، يمكن احنا نفتكر كلنا واحنا صغيرين اللي اتعلمناه وقريناه في القصص عمرنا ما انسيناه، وشكل جزء في طريقه تفكيرنا وفي شخصياتنا لغايه دلوقتي. مش بايدنا نفتكره او ننساه، هو اصبح جوانا وفي طريقه تفكيرنا. فاحنا نفسنا الاجيال القادمه مش بس تنشا على الاستثمار، تنشا على كل المبادئ والقيم اللي احنا شايفين مصر قدام نفسنا تبقى مصر فيها، نربي ولادنا عليها دلوقتي. طب بما يشمل كل الطوائف، لان هو الحقيقه مش بس مجموعه قصصيه، هو بيقدم كمان طريقه برايل لذوي الاعاقه، بيقدم ان احنا يبقى في دمج قدر الامكان في المجال الاقتصادي والمالي، يعرفوا يعني ايه بنوك، سوق البورصه، سوق المال. يمكن دي عندنا الفكر بتاعنا واحنا صغيرين دي بتاعه رجال الاعمال الكبار. لكن حتى الفقير يجب أن يتعلم كيف يستثمر وكيف يكبر. عشان كده احنا كوزارة التضامن الاجتماعي النهاردة قلنا ان احنا هنخصص 1,000,000 جنيه يعني شباب والنشأ بتاع تكافل، برنامج تكافل، عشان يعني الخروج من الفقر ليس فقط بالدعم وبمبالغ بسيطة، ولكن بغرس الفكر الاستثماري والاقتصادي. ربما يكون 1,000,000 جنيه مبلغ مش كبير، بس احنا بنجرب حاجة جديدة ان احنا نخلي الفقراء ايضا يدخلوا سوق المال وسوق الاقتصاد بجرأة وبقوة، ونسندهم. علشان كلما كان الاقتصاد المحلي والناس البسيطة اللي موجودة في قاعدة المجتمع بتكبر، كلما كان المجتمع يعني اكثر تجانسا واكثر قوة، ويبقى الاقتصاد المحلي بيصب في الاقتصاد الكلي. طبعا. وبعدين هم حتى الناس متخيله انه دايما التداول بيبقى على ال 30 شركه الكبار بتوع ايجي 30، المساله مش كده، في شركات صغيره جدا وبرضه متداوله، وبتبقى الاسهم بتاعتها سعرها في المعقول. يعني
يقدروا الشبان والولاد يقدروا يشتغلوا على ده على سبيل التجربة وبالتالي الخروج. طيب المنظومة دي أو السلسلة التعليمية دي يا فندم بتستهدف أي الفئات العمرية؟ بتستهدف الأطفال من أول يمكن سنوات 9 و10 سنين وأعلى، ويمكن أصغر من ده كمان في شكل قصصي زي سلسلة ميكي بتاع الزمان. أيوه. وطريقة برايل والكرتونز، يعني هي عاملاها كأنها لعبة والأطفال بتقراها بشكل مسلي، وفيها شخصيات المستثمرون الخمسة، فكرتنا وإحنا صغيرين بالمغامرون الخمسة طبعا اللي كلنا فاكرين عاطف ومحب وتختخ ووائل أكرو. فطبعا لما بنسمع الحاجات دي يعني بنشتاق لأيام زمان وبتعلمنا منهم المغامرة. أنا أعتقد أن المستثمرون الخمسة يجب أن يعلم الأطفال جزء من المخاطرة المحسوبة، وأن هو يعلم تماما ويعي ويعرف إيه اللي موجود وإزاي يقدر يفاضل بين استثمار وآخر. أنا شايفة إن ده إيجابي جدا وبشكر يعني زميلي عليه، وسعيدتي إني أكون موجودة مع زمايلي النهاردة كلهم منا، سواء الدكتور طارق شوقي كان عايز يدرك دوت في المناهج التعليمية، أنا كنت عايزة أخلي فيه نصيب للفقراء في سوق المال، يعني سعادة سفيرة أو وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة، سعادة سفيرة نبيلة بكر عايزة برضو تثقف الشباب بالخارج. فإحنا لما بنحب لما حد فينا يقوم بمبادرة كلنا يعني نكلل هذا ونتكامل مع بعضنا البعض عشان نكبرها قدر المستطاع. فبهني البورصة المصرية وسعيدة جدا إنها تفكر في الأطفال وتفكر في ذوي الإعاقة، وأيضا مش بس بلغة برايل. كنا النهاردة مع الدكتور محمد بنتكلم على أيضا إن هو يتاح للإعاقات السمعية، فده بيفتح مجال أكتر لذوي الإعاقة في سوق العمل والعمل غير التقليدي والخروج بره الصندوق والتفكير في يعني استخدام قدراتهم المختلفة والعظيمة اللي ربما احنا ما كناش شايفينها، لكن آن الأوان إن احنا ندعمهم حتى تبرز بقوة ويقدروا يعملوا فارق في حياتهم وفي حياة المجتمع بأكمله. وهل فعلا يا فندم هيتم إدراك ده في المناهج التعليمية؟ يعني هل بدأتوا مع وزارة التعليم في حاجة زي كده؟ حضرتك ذكرتي إن وزير التربية والتعليم متحمس للمسألة. الحقيقة هو يعني النهاردة معالي وزير التربية والتعليم دكتور طارق كان بيتكلم إن مسألة إدراجها كمجموعة قصصية في المدارس، ومسألة إن إزاي ممكن إنها تبقى تتحول على قصص مصورة على التلفزيون، وإن هو يضيفها لمناهج الصف الخامس والسادس الابتدائي عشان يعرفهم بثقافة الاستثمار بالبورصة. يعني الحقيقة وإحنا برضو يعني كتضامن كنا قلنا نفتح المجال للشباب يدخل في المشروعات متناهية الصغر وفي الاستثمار. إحنا بنك ناصر معانا دخل 27 جامعة، فتحنا أفرع مختلفة لبنك ناصر في الجامعات هيل. علشان ثقافة الاستهلاك تقل وثقافة الادخار والاستثمار تكتر. مش معنى كده أن الشباب ما يعيش حياته أو يحرم نفسه، لكن لازم تكون بحساب. ولما أعتقد الأطفال والشباب يعني يتربى على هذه القيم الاقتصادية مع الفكر الإنساني والشعور الإنساني بالآخر، أعتقد أن احنا إن شاء الله نطمن على مصر في ما نطلق عليه التنمية المستدامة. فالتنمية المستدامة لا تأتي إلا بالتمكين والاستثمار في البشر كي يستثمروا بدورهم في أنهم يبنوا مصر من أول أسرهم لغاية مجتمعاتهم لغاية البلد بأكمل. طب أنا هطول في حتة صغيرة، باعتبار أن احنا عايزين نشجع ثقافة الاقتصاد والتوفير والاستثمار وما إلى ذلك، أنا أتذكر إن وأنا في تانية ابتدائي على ما أتذكر أول دفتر توفير عملته في حياتي عملته جوه المدرسة، وكان دفتر توفير بنك ناصر الاجتماعي، وكان في بروتوكول كده الظاهر على ما يبدو، طبعا أنا كنت عيل يعني فمش عارف إذا كان ده كان بروتوكول يعني معمول ولا ده كان لمدرستنا ولا إيه، مش عارف ما بين البنك وما بين المدارس. إحنا بنفتح مجال للمدارس وبنفتح مجال للجامعات في الادخار وفي الاقراض الميسر، وبنساعد شباب انه يحصل على قروض. يعني يمكن احنا حتى كتضامن اجتماعي وبنك ناصر احنا ساعات بندي موارد ماليه ما بنردهاش تاني،
للشباب عشان بس يخرج ونشجعه على الاستثمار. وعاملين حاجه حلو. اسمها عم ناصر، يعني اللي هو بنك ناصر مسمينه أيوه. عم ناصر عشان ينزل للناس البسيطه ويقدر يتصاحب عليهم، وان هو يقدروا يقترضوا من بنك ناصر. واذا كانت في فرصه للتمكين، يعني النهارده لما كنا بنتكلم على استثمار الفقراء وتعليمهم ازاي يدخلوا سوق المال والاعمال، يعني المبلغ كان غير مردود، احنا مش عايزين نرده أيوه. احنا عايزين نضمن ان الشباب هيستخدم هذه المبالغ ولو بسيطه، ولو نجح ياخد اكتر حلو. ولو نجح ياخد اكتر تاني. بالعكس احنا كتضامن اجتماعي بنشجع العمل وبنشجع انه ياخد الفلوس ويعظم فيها ويستثمر فيها، ساعتها هنقول احنا نجحنا في الاستثمار في البشر سواء عن طريق التعليم او العمل. والله حاجه عظيمه. بس عن طريق ان احنا من حقهم طبعا يلعبوا، من حقهم يعملوا كل حاجه، لكن التكنولوجيا المتاحه والرقمنه يا ريت نوظفها بطريقه ايجابيه لاولادنا ولشبابنا، يتعلم اكثر ويعرف ماذا يحدث في العالم من نجاحات ونعظم فيها من اجل بلادنا الحبيبه. باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، حقيقي فعلا يعني جهد تشكري عليه جدا جدا جدا، فكل الشكر للدكتور نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي.